كيفاش ممكن اننا نحضروا عسل منزلي ناجح من اول مره؟ والاهم، شنو هو السر اللي كيخلي العسل يلصق في الشباكيه مده طويله، وبالتالي كنتحصلوا على شباكيه اللي كتكون شاربه العسل؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في الوصفه ديال اليوم. مرحبا بجميع المتابعين الاوفياء للقناه، مرحبا كذلك بالمتابعين الجدد، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فالف الف مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك، خليوا لي واحد لايك وكذلك تعليق، لان رايكم في القناه وفي الوصفات اللي كنقدم لكم كيهمني بزاف بزاف. ونقولوا بسم الله. اول مكون اللي غنحتاجوا ليه، اولا المكون الرئيسي في هذه الوصفه، هو السكر ديال القالب. غير باش نكونوا واضحين وباش نكونوا مفاهمين، لا السكر ديال السنيده ولا السكر ديال الطوبه غادي يعطيكم نفس النتيجه ديال السكر ديال القالب، لانه هذا السكر ففي الطريقه ديال التحضير ديالو اولا ديال التصنيع ديالو في المصنع كيضيفوا ليه واحد الماده، هذيك الماده هي اللي كتخليه محافظ على هذا الشكل ديالو وما كيتهرش بسهوله وما كيتفتتش نهائيا، وحتى ملي كنحطوه في الماء ما كيذوبش بسرعه. هذا علاش ملي كنحولوه لعسل كيلصق لينا في جميع انواع المعسلات اللي كنخدموا بهم. من بعد غادي ناخذوا هذا القالب، غادي نحطوه في واحد الطنجره ديال الضغط، وغادي نضيف ليه لتر الا ربع ديال الماء. هذه قاعده، لكل قالب ديال السكر كنضيف اترو الا ربع ديال الماء، ما يعادل بالضبط 4 الكؤوس ونص ديال كيسان العنبه. غتلاحظوا في الكاس الاخير فيه غير ثلث الكاس، انا هنا غير ملي كنت كنكب الماء على القالب فكان كيسيح لي الماء من الجوانب ديال الكاس، هذا علاش ضاع لي شويه الماء. اما هي راه القاعده بالضبط غادي تلقاوها 4 الكيسان ونص. غادي نخلي هذا السكر حتى كيذوب ليا تماما، وهذا سر من الاسرار باش كنتحصلوا على واحد العسل اللي كيكون ناجح مليون بالمئه. الا لاحظتوا بانه زمان امهاتنا ملي كانوا كيحضروا الشباكيه او لا كانوا كيحضروا العسل فكانوا كيخمروا هاد السكر ليله كامله. ضروري السكر كنخليه واحد الليله كامله مخمر باش كنتحصلوا على واحد العسل اللي كيجي القوام ديالو زوين بزاف، وكذلك حتى المذاق ديالو كيجي رائع جدا. من بعد غادي نضيفو واحد ليمونه حامضه، واحد الحويضه اللي كتكون صغيره والقشره ديالها ضروري تكون صفراء، كنقطعها شرائح وكنزول لها البذور اللي كيكونوا فيها، وكمنكهات اولا كتوابل، وهادو من احسن التوابل اللي ممكن نضيفوهم للعسل، كيعطيو واحد المذاق رائع جدا وحتى واحد اللون زوين بزاف. كنضيف جوج اعواد ديال القرفه، 3 الحبات ديال الباديان، وحبه واحده ديال القرنفل، وما تزيدوش عليهم باش ما يجيكمش هاد العسل مار. غادي نوضع هادشي كلشي هادشي كله غادي نوضعه في طنجره ديال الضغط، وغادي نسد عليها. غادي نوضعها فوق النار، النار كتكون مرتفعه في الاول، غير كتبدا كتصفر لي الكوكوط، غادي نحسب بالضبط 45 دقيقه، وهاد الوقت راه هو الوقت اللي كيطيب فيه العسل، لا زياده ولا نقصان. المهم هنايا ملي كدوز 45 دقيقه غادي نحلو على الكوكوط، غادي نضيف لها واحد نص كاس ديال الماء زهر، وهاد الخطوه اختياريه ولكن كنفضل انا نزيدو ليه هاد المكون لانه كيعطي واحد المذاق زوين للعسل. وغنضيف كذلك تقريبا هنايا عندي واحد 7 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي دقيتها. المسكه الحره كتخلي كذلك العسل حتى هو كتخليه يجي معلك وكيزيد يلصق لنا اكثر في المعسلات. غادي نخلي هاد المكونات كيغليو ليا غير واحد شويه، بما اني ضفت واحد نص كاس ديال المزهر اللي هو بارد، فغادي نخلي هادشي يغلي ليا واحد شويه. عاد من بعد غادي نبدا نختبر في العسل. هنا عندي جوج اختبارات ديال العسل باش نعرفوا بانه صافي راه واجد. الاختبار الاول كنشوف الليمون الحامض اللون ديالو كيفاش داير. ملي كيكون اللون ديالو بحال هكذا كله مغلوق، يعني كله بني لا من الوسط ولا من القشره ديالته، هنا كنعرف بانه صافي العسل راه واجد. الا كان مثلا الوسط قهوي والجوانب باقيين شي شويه ليمونيين او لا صفرين، هنا راه باقي موجود. بالنسبه لي انا كيبان لي العسل ديالي انه راه واجد، ولكن غنقوم بواحد الاختبار واحد اخر باش نزيد نتاكد اكثر. غناخذ واحد المعلقه ديال العسل، غادي نوضعها في طبسيل، وغادي نخليها في درجه حراره المطبخ، نخلي هذاك العسل حتى كيبرد. على العموم هو راه كيبرد بسرعه، ما كياخذش نهائيا واحد الوقت طويل. غادي نمرر الاسبوع ديالي من الوسط، الا هذوك جوج الخطوط تلاقاو هنا راه مازال العسل خاصو طيب. الا ما تلاقاوش هنا صافي العسل راه واجد. كنزيد مازال نتاكد، كناخذ واحد معلقه وكنبقى بحال كنعفط على هذاك العسل. الا كانوا بحال هكا بحال هكا كان كيتعلق وكانوا هكذا خطوطه، هنا صافي العسل راه واجد، كنطفي عليه وصافي الوصفه راه واجده. راه ساهله ساهله بزاف، تبعوا غير المراحل وهاد الخطوات اللي شاركتها معكم، وان شاء الله غادي تحصلوا على عسل ناجح من اول مره. وان شاء الله في الفيديو القادم هاد العسل غادي نحضروا به واحد مولاتي شباكيه مخزنيه ملكيه زوينه بزاف، بمكونات ليهم جداد وبواحد طريقه الشباك اللي
سهل من سهله، غادي توجدوها بسرعه وبالعوين وبلا حتى شي حاجه. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، الى وصلتوا لهذه المرحله خليوا لي واحد لايك وشجعوني في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.